خلينا نبدأ بداية بالأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين تونس والمغرب، وعودة على ما قالت صحيفة أو مجلة لو بوان الفرنسية. تونس تتبارز مع المغرب، تونس كرواز لو فار افيك لو ماروك. المقالة هذه منذ يومين، يعني 28 أوت، اعتبرت أن الرئيس قيس سعيد باستقباله زعيم البوليزاريو غالي هذا قد بشكل رسمي بطبيعة الحال في مطار قرطاج يكون قد أشعل أزمة في المغرب العربي إلى أجل غير مسمى. برأيكم من أوقع السعيد فيما صارت إليه الأمور الآن قبل أقل من أسبوع بين تونس والمغرب، وتعرف أنه حديث وأخبار عن إلغاء مشاركة الفرق الرياضية المغربية في مشاركات في تونس، يعني ينبأ بأنه المسار ماشي في اتجاه للأسف الشديد نحو التصعيد. دعني أولا أتقدم بأحر التعازي للأخ الصديق محمد الفراتي في فقدان والدته، ربي يتقبلها برحمته وعظم الله أجره وأجر كل المسلمين. في حقيقة الأمر هذه أزمة مفتعلة صنعها قيس سعيد على المقاس، يعني وما كانش فما حتى مبرر أصلا، تصورش ان قيس سعيد افتعل هذه الازمه بطلب من اي جهه من الجهات. انا اتصورش ان الاصدقاء والاشقاء الجزائريين طلبوا من قيس سعيد انه يمشي في هذا المسار. اول شيء المؤتمر اللي انعقد في تونس، مؤتمر التيكات، هو نعم. مؤتمر ملتي لاترال، معناه متعدد الاطراف، وتونس هي مجرد بلد مضيف، واصلا مجاسره قيس سعيد انه يستقبل الضيوف، يستقبل الرؤساء والشخصيات الرسمية الوافدة على تونس، هو أصلا خارج التقاليد الدبلوماسية. يعني عبارة الجامعة العربية وقت اللي كان مقرها في تونس تعقد نشاط من الأنشطة، هل رئيس الجمهورية مخول باش يقوم بالاستقبالات الرسمية؟ ليس مخول لذلك، ولكن قيس سعيد حب يصنع الشو لأنه يعيش عزلة دبلوماسية، يريد أن يقول فيه دبلوماسية نشيطة وهو يتواصل مع الرؤساء والملوك ومع الوفود في الخارج. يعني أزمة صنعناها من الحيط كما يقولون، معناها من فراغ. يعني احنا طبعا تربطنا علاقات خاصة بالجار الجزائري لاعتبارات استراتيجية، اعتبارات جغرافية، جوار، هذا كل أمر مسلم به، ولكن هل هذا يفرض علينا أن ندخل في خصومة مع المغرب؟ ليس هناك ما يبرر هذه الخصومة وهذه المعركة المفتعلة مع المغرب. يا سيدي، نقبل على سبيل الافتراض أن جبهة البوليزاريو تعودت أن تحضر بعض المؤتمرات في اطار الاتحاد الافريقي او منظمات اقليميه ودوليه اخرى، لنفترض ذلك، نعم، وهذا امر ماهوش مسلم به في كل الانشطه. لكن هل هذا يفرض على رئيس الجمهوريه يقوم باستقبال رسمي وبرفع العلامات هذا الكيان؟ ما كان فما اي مبرر هذا ما ذكرته.